أكدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس أن المغرب شريك موثوق به وقوي للاتحاد الأوروبي في مجال تدبير تدفقات الهجرة السرية، واصف التعاون مع المملكة المغربية بالممتاز. وقال المدير التنفيذي لوكالة فرونتكس فابريس ليجيري في حديث مع وكالة يوروبا بريسا نشر يوم الأحد إن المغرب بذل ويبذل مجهودات هائلة فيما يتعلق بتدبير الهجرة، وسجل ليجيري أن مصداقية الرباط تتجلى في كون طريق الهجرة انطلاقا من غرب البحر الأبيض المتوسط توجد تحت المراقبة، وأكد لدينا تقريبا نفس مستوى الوافدين على غرار العام الماضي، ما يدل على أن السلطات المغربية عززت تدبيرها للمهاجرين انطلاقا من المغرب واتخذت تدابير لمكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر. وأبرز أن هذه النتيجة هي ثمرة تعاون السلطات المغربية مع نظيرتها الأوروبية في إطار تدابير تدفقات الهجرة. وقال ليجيري إن المغرب ناشط للغاية في تعاونه مع وكالة فرونتكس والاتحاد الأوروبي وكذلك إسبانيا، ويبذل جهدا يوميا على الميدان. نشكركم على حسن المتابعة.